وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ الحسين ندوة صحفية بمقر الشرطة بشاتو نوف، وتحدث عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الفكرية بالجزائر وذلك في يومه العالمي. نتابع أهم التصريحات في ميكروفون سارة بالحور. في هذا الموضوع يتفضل مشكور. الموعد الأول هو 23 أبريل اللي هي يعني يوم حقوق تاع الفنان، عاد هو يمد في الحقوق مباشرة حتى يفرغ كل اتفاقيات كيما لندا، يفرغهم من المحتوى تاعهم، تصبح يعني يمد زوج دورو، لأن كل الفنانين اللي احنا نمشيو باش نطالبوا بالحقوق تاعهم عن طريق يوتيوب كامل يديو في فلوس تاعهم، كامل اللي مضاولوا يديو في الفلوس بصفة مباشرة. إيه كادر جابوني قبل ما يخرجوا في السيدي يعني باش يتوزع في السيدي، راح يطلقوا في يوتيوب، راح يطلقوا في يوتيوب وراح تكون عنده بيشير يأثر على الديوان، يأثر على الديوان وكل مؤسسات لحماية حقوق المؤلف. يعني نقول لكم حتى في فرنسا اليوم راهو مشكل عوائق يعني بين لاساسام والمؤلفين. مشاهدين.